يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك دكتور. في عندنا عمر سالم، في عندنا حمزة خالد، نعم دكتور. في عندنا أحمد أنور. موجود دكتور. أهلا وسهلا أحمد أنور. أوكي. عمر فايز. موجود دكتور. أوكي. غسان موجود. في محمد حسين موجود. في عندنا كمان نعيم. نعم دكتور. هلا بيك يا نعيم. 6 1 2. في محمد حسين الخضراوي. أوكي. 2 4 5 6 7. في أسيد كمان موجود دكتور. عمر فايز، عمر سالم، أحمد أنور، حسام، نعيم. مين طلع فيه؟ مؤمن محمد موجود. مؤمن محمد، في حدا ما طلع اسمه؟ بكر كمان. هاي بكر. حمزة. عمر زيد كمان. طيب باقي بنكمل بعد المحاضرة. بدي أرجع نكمل بلشنا فيه مرة. إحنا لسه ما زلنا في الاي بي ادرس اللي هو السبنيتينج، ذكرتوه. نرجع على الإكسل اللي أخذناها المرة اللي فاتت، شفتوها تذكرتوه ولا قرأتوا المادة؟ آه دكتور. طيب هلا بدنا نكمل هون شوية ونأخذ كمان أمثلة، لأن لاحظت إنه في البعض لسه بيسأل عن الموضوع. إحنا حكينا إنه الفكرة الرئيسية في السبنت انه في عندي سبنت ماسك وفي عندي الاي بي ادرس، وكيف بدي اسوي سبنت من الشبكه الموجوده عندي. اخذنا احنا مره السابقه مثال اللي هو عندي، لو عندي مثلا اي بي اس من كلاس سي اللي هو 192.168.128. هلا الديفولت اي بي اس سبنت ماسك بيجي 255.255.255.0. هلا احنا بنحط هون سلاش 26. شو السلاش هاي؟ سلاش 26 هاي خاصه ل سبنت ماسك، عشان اقدر اسوي من هذا الاي بي ادرس مجموعه من النتورك. هلا الرقم هون دائما بتراوح ما بين من 8 بت ل 32 بت، اللي هم بعودوا على مين؟ على السبنت ماسك. هلا حوضح لكم اياها اكثر بمثال اخر، بس خلينا نرجع المثال هون تذكير فيه. هلا احنا قلنا اذا كان هون 28، كيف الطريقه بنستخدمها؟ بنقول هو عادة السبنت ماسك بياخذ حوالي 32 بت. انت من كلاس بي بده ياخذ هون 8 بت 8 بت 8 بت، هذول بيمثلوا النتورك. واحنا حكينا المره اللي فاتت عمليه السبنت ورك ما النتورك ما بنتعامل معها شيء، فقط بنروح على الهوست. هلا الهوست احنا بنستخدم بدل ما يكون صفر نستخدم جزء منه للنتورك وجزء للهوست. هلا كيف الحسبه؟ الحسبه كالتالي، انه هون 8 8 قديش؟ 16 و8 24. تحليتهم ل 8 8 16 و8 24. تكملتهم ل 26 بدك 2 بت. تعال على الجدول هذا 192 اللي 2 بت يعني 1 و2، اذا باخذ 192. هذا جدول كيف اجى؟ اللي هو من النظام الباينري اللي هو 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2، امشي عليه. هلا كارقام بدا 128 زائد 64، بعديها الديجيت البت الثانيه 64 هي مجموعة 28 و 64 92، البت الثالثه وهكذا تجمعهم بتحطهم. انا سويتهم تسهيل عليك على السريع. انت بدك 2 بت عشان تكمل ال 26، اذا هي 1 هي 2، اذا 192. بعديها حكينا فصلنا اكثر، قلنا طب كم شبكه بقدر اسوي منها؟ لاحظ يجينا مثلنا من خلال في عندك قلت لك في جدول تحط هون الباور 2 4 6 8. هلا هون عندك 2 بت 2 بت، لاحظ 1 2، يعني لو حطينا هون 4 دكتور. نعم 4 شبكات، يعني بنعد ال 2 اس 2 اس 2، اذا 4. اذا هون 2 2، يعني حطيت نجمه 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 نجمه. اوكي. إذن هلا كم عدد الهوست؟ عدد الهوست اللي هو المتبقي،
يعني انت من الثمانية هون شو ضل؟ ستة ستة. اذا ستة لو عد لها ستة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، اذا كل نتورك بقدر اسوي جواها 32 هوست، بس بدك تنقص منهم تنين. تتذكر حكيت المحاضرة اللي فاتت ليش بنقص دائما من عدد الهوست ناقص تنين؟ واحد للنتورك ولانه بده ياخذ اي بي ادرس، واحد منهم بده ياخذ النتورك وواحد بده ياخذ البرودكاست. واخذنا مثال هون، لاحظ قلنا واحد 64 128 دكتور، هاي 128 صحيح مش 129. نعم هاي مش 128، رقم 3 مش 129. انت تيجي الصفر 64 64 64 128. انا بحكي كتقسيمة اوكي، بعدين من بعد 128 زائد 64 بيطلع 192. لفعليا في هذا الثلاث، اذا انا بدي اقسمه لثلاث شبك اربع شبكات، الشبكة الاولى بده يكون الاي بي ادرس لها 192 168 10، مزبوط مزبوط. وهل هاد انا ما بقدر استخدمه للهوست؟ ليش؟ انا هاي بده يكون عنوان الشبكة، مزبوط. الهوست بده يجي 192 168 11، بضل ل 62 هذا الهوست. ال 63 الرقم اللي بيجي هون قبله 63 اللي هو انا كاتب لكم اياه، اذا الهوست هيهم هذول التنتين لو هي دمجتهم وكتبت عليهم، هي هوست، لاحظ هي الهوست، هذول الهوست من 1 ل 62 بتغير هاي الصفر من 1 ل 62. النتورك هي رقمها الاخيره اللي هي 64 اللي هي 63 هاي للبرودكاست. تعال للثاني نفس الشيء، هاي محجوزه للنتورك، اذا بيجي بعديها من 100 من 65 ل 127 ال 100 ل 126 وال 27 بتكون محجوزه 126. ال 127 محجوزه للبرودكاست لانه هاي بتيجي بعديها ال 128 الشبكه اللي بعديها الثالثه، هاي النتورك الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. هلا هون نفس الشيء حياخذ من 129 لوين؟ 191. لا 190 190. احنا بنحكي عن الهوست، ركز معي، احنا بنحكي عن الهوست يعني الاجهزه اللي تكون الشبكه عنوانها، هي الاجهزه حتغير انت في هاي الخانه، بتغير الاجهزه تربط على هاي الشبكه، ارقام حتكون من 129 ل 190 مزبوط. الاخير اللي هو البرودكاست اللي هو محجوز للبرودكاست، شو بده يكون؟ 191. هذا لمين؟ لمين هذا؟ للبرودكاست اللي انا غيرت لكم اياه. طيب اللي بعديها هاي ما بحطش 192 لان هاي الشبكه الرابعه، هون حياخذ من 191 لكام؟ 192 ضيف عليها كمان 64 شو بيصير؟ 256 بيطلع 256. هو شو بده ياخذ هون؟ 255 256 اللي بعدها، 255 اللي برودكاست، اذا هم بده ياخذ 254 مظبوط. برودكاست هو بده ياخذ ال 255. وضحت شباب؟ وضحت؟ وضحت دكتور. وهي تبعت البرودكاست هيها، خلينا ناخذ وضحت. انا حبيت اوضح المثال عشان يكون واضح لكم كامل. طيب خلينا ناخذ مثال اخر. المثال اللي قدامكم من كلاس سي 192 168 1 0. هلا لا افترض ان ما بدي اسوي سبنت، ما بدي اسوي سبنت ويرك، الاصل انه ياخذ السبنت ماسك 255 255 255 0. هذول الثلاثه بيعبروا عن النتورك وهذا بيعبر عن الهوست. لنفترض انه من هذا الاي بي ادرس بدي اسوي مجموعه من سب نتورك، بدي على سلاش 28 ماشي. هلا زي ما اخذنا سابقا، زي ما اخذنا سابقا، هلا هون 8 و 8 16 24 عشان نكمل لل 28 شو بدك؟ اذا هون شو بدنا؟ 4 بت. 4 بت، خلينا نرجع الأربعة بت كيف يجي؟ نرجع الجدول اللي هون، هاي واحد اثنين ثلاث أربعة. إذا شو بده يكون الرقم في السبنت ماسك؟ 240. ها باجي هون بحطهم بدل صفر، شو بدي أحط؟ 240 عفوا 200 وهي 40.
خليني اشرح اكثر عشان تعرفوا اللي هو في الكتاب حاطط لك 1100 تذكروا. هلا السبنت ماسك هو رقم هو بياخذ 32 بت 32 واحد ماشي اللي هو 32 واحد دول بيعتمد حسب ايش الشبكه. لو هو مش 255 255 255 يعني هو شو بده يكون 8 وحدات 1 2 3 4 5 6 7 8 نفس الشيء. هاي كمان كوبي كان على السريع 8 وحدات هي هون 8 وحدات لهون لانه مش نتورك صفر بياخذ ايش 4 1 2 3 4 5 6 7 8 اوكي واضح. هون بده ياخذ 8 اصفار. لهون لما بدك تسوي سب نتورك بدك تتقاسم هدول هون بدك تقسمهم الوحدات ما بقدر اغير عليهم شيء هدول بضلهم ثبتات معي. هلا هون بدي اتقاسمهم واضح. لنفترض هون لاحظ 4 وحدات حطيت بدي اسوي شبكات ثانيه 4 وحدات 1 2 3 4 واربع اصفار والباقي في الاصفار باقي اصفار. هلا بعد الاصفار ما بيجي وحدات دائما انتبه هاي الملاحظه. بعد يعني بعد الصفر ما بيجي واحد دائما اخر شيء الاصفار بتكون. هلا باجي بدي اجي لو جيجي اسالك سؤال في طريقه ثانيه سريعه. لو بدي اجي اسالك سؤال كم نتورك بقدر اسوي منه وكم هوست لكل نتورك. هلا في طريقه اسئله. هلا لو جيت سالتك من اي كلاس هاي هاي من كلاس بي سي 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 مزبوط هاي من كلاس سي مزبوط. طيب كم شبكه كم نتورك بقدر اسوي النتورك. لاحظ عشان تيجيها في طريقه ثانيه سهله اللي هي بقول لك سب نتورك كم يعني هاي سب نتورك كم موجوده في معادله 14 اللي هي 2 مرفوع القوى بس 4 لعدد الوحدات في الهوست اللي مش انسى النتورك هدول اللي صار التغيير عليهم عدد الوحدة كم واحد فيه هون 4 اذا 2 اس 4 2 اس 4 شو بيسوي بنقص من يعني 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 اذا سب نتورك اللي بقدر اسويهم 16 ناقص 2 لا ما في هذه النتورك انتبه هاي صح انتبه هاي النتورك سب نتورك. اما الهوست نوجدها نفس الفكره 2 باور 14 نمبر اوف 0 ناقص 2 وضحت 2 بس 4 مرفوع القوة واضح مرفوع القوة مش مرفوع القوة هي اظن هيك هي مرفوع القوة ايش نمبر اوف الزيرو اوكي ناقص تنساش ناقص 2 بدك الجواب اللي بيطلع تنقص منه 2 ليش واحد للنتورك ما بده يروح واحد منهم للنتورك زي ما حكينا قبل شوي واحد للبرودكاست يعني 16 يعني 2 اس كم صفر 4 يعني 16 ناقص 2 اذا نمبر اوف هوست لكل سب نتورك شو بده يكون 14 وضحت تمام دكتور. طيب عشان نفهمها اكثر خلينا ناخذ كمان مثال. هاي كوبيون على السريع هاي نحطها هون كنترول في ناخذ مثال من كلاس بي كمان عشان نغير اوكي. طيب مثلا نفترض هون كان عندي 150 هون 150 وهون صفر وهون صفر. هلا اصلا بالاصل لما تاخذ سبنت ماسك الكلاس بي بده يكون اللي هو العادي انسى بدون قبل ما نسوي سبنت ورك بده يكون 255 255 00 مزبوط. البت بدي اياهم هون نفترض 30 بدنا اللي هو عدد الوحدات واحد. لما تقول 30 معناها 8 و 8 16 و 8 24 كم ضايل هون 6 6 اذا بدي ضل هون ايش بدي كمان 6 وحدات وصفرين يعني هون 252 اي 1 1 وصفرين مضبوط
هلا لو جيت انت رحت حسبتها على المعادله تبعتك، رجعت هناك وحسبتها، هون بده يطلع 255 255 هون 255 255. روح جربها واحسبها. ال 30 عباره عن 8 و 8 كام؟ 8 و 8 كام؟ 16. عشان توصل لل 30 شو بدك؟ 14. قوم منهم 8 هون و 6 على الجنب، بضل 6 هون. اذا بدك تحطهم 200، ما دام حطيت 8 وحدات هون معناها 255، والستة هون ست وحدات بطلع. وجيت حسبتهم بالباينري 252 مظبوط. اذا بدك هون 8 8 8 وهون شو بدك؟ 6 6 اي 6. طيب جيت قلت لك 6 بت استخدمت، كم نتورك وكم هوست عندك تقدر تسوي منها؟ يلا فكروا لي شوي، يعني هلا صارت سهله يعني اكثر من هلا. كم عدد الوحدات؟ 9 دكتور الصبمت 9 كان. انتبه كيف 9، من وين جبت 9 دكتور؟ 8 بت راح منها 6. كيف راح منها 6؟ لا اه 6 على كلاس اول شيء. ركز معي، شو اسمك؟ شو اسمك؟ عمر. عمر سالم. عمر ركز، انت كلاس بي. كلاس بي غلط هون شباب. انا كلاس بي انا حاطط هون اصفر، هذا غلط. هذا اللون لازم يكون ايش؟ ازرق. ازرق ازرق هي اول شغله تنتبه لها، يعني اللون ازرق عشان تكون واضحه معك الامور. هلا لما بتيجي انت تقول مثلا نتورك، التغيير صار على الزرق التنتين منطقتين الزرق هون، يعني هدول وهدول تغير. في لاحظ في كلاس سي كمان هون بس هذا الجزء مسموع، لكن نتورك هذا الجزء هون، النتورك هون هذا الجزء كامل الثلاثة ديجيت يعني 8 8 8. فبالتالي هون كم صبنت؟ شو تحسب؟ تحسب عدد الوحدات. كم واحد عندك هون؟ 8 و6 14. اذا 2 باور 14 بيطلع معك عدد الصبنت قديش؟ 16384. لكل تعال على الهوست عدد الزيرو صفرين اثنين. اذا اثنين باور اثنين شو بيطلع؟ اربعة ناقص اثنين. اربعة ناقص اثنين شو بده يطلع معك؟ اثنين. اذا لكل صبنة بقدر يكون مرام مربوط عليه 2 اس. هذا هلا احنا بنحكي كم اكبر عدد من الصبنة صبنة ورك بنقدر نسوي منه، واضح؟ مش شرط لا يعني ذلك اني لازم اسوي 16000 شبكة، واضح؟ هلا ممكن اجي اقول لك انا بدي مثلا نتورك اربعة نتورك او ثلاثة نتورك، واضح؟ واضحة يا شباب؟ تمام دكتور. بتوقع انه اليوم صارت الامور اسهل بكثير، مزبوط؟ مزبوط. اذا مرة ثانية هون بيعطيك نمبر اثنين مرفوع للقوة نمبر اوف زيرو، هون شو حكينا؟ اثنين مرفوع للقوة ايش؟ نمبر لمين؟ للواحد. هون نمبر ايش؟ للزيرو. تنسوش الهوست نمبر اوف زيرو ناقص اثنين. وضحت الصورة؟ وضحت دكتور. اوكي طيب، بدي عشان اتاكد انه الامور يعني سليمة 100% معكم، في مجموعة ارقام بدي احطها لاي مجموعة اي بي ادرس بغض النظر، وبدي نعرف شو بيجي السبنت ماسك تبعك. يمكن اعطيك هيك في الامتحان، اعطيك واحدة واقول لك اكتب لي السبنت ماسك اللي خاص فيها. يعني مثلا هي اربعة هون، جيت قلت لك 160، هلا بدي اياكم تفكروا معي. هي هون 160 بسرعة هيك تفكر، 24 86 68 201 لأي كلاس؟ كلاس ايه دكتور؟ وجيت قلت لك هون سلاش 19، فكر لي شو الصبنت ماسك؟ صبنت ماسك؟ هذا كلاس بي هذا دكتور. لا مش كلاس بي، هذا كلاس اي. اختلفوا العلماء، جاي مشايخ اختلفوا. لا
كلاس ايه دكتور 160 ما عندي مشكلة فكر لي فكر هلا واعطيني جواب بدي كروح على الدقيقة هيك على السريع وهي كمان مثال آخر مئة واثنين وتسعين مئة وثمانية وستين عورة هيك فكر على السريع واحد مئة وثمانية وعشرين وهون سلاش 13 كمان مثال مئة واثنين وتسعين واحد ست ثمانية عشان نضمن هذا من المواضيع المهمة في حتى من أسئلة سيسكو واللي بأخذ سي سي إن إيه هذا بيجيهم من هذه المواضيع يعني بيسألوكم عنها من المواضيع المهمة وجيت هون سلاش 26 حدا طلع مع الجواب هون أول واحد الصبمت هون 255 أيوة 255 بوينت 255 هو تسعة هو شو بده هون شو بده هون تسعة ولا 19 حكينا تسعة تسعة 19 لا تسعة ولا تسعة مش مبين وين الواحد ما بيطلع 19 أنا حلقت على تسعة كمان لا هون بشطب قاعد الرقم ليش هون 13 و 26 مزبوط يلا ارجع فكر فيها دكتور أنا قلت لك لأنه كلاس بي هي بتكون طيب أعطيني صبنة ماسك جاهز إذا سوي صبنة ورد دكتور هون كمان 255 هون كمان 255 لا دكتور ما مزبوط دكتور 224 هون هلا لاحظ هون 8 و8 16 16 3 بعد 3 لك هون ل 19 اذا بده يكون 3 3 ارجع على جدولك هون 224 1 2 3 اذا شو بدك 224 لحال هاي 224 هون شو بدنا نحط صفر خلص كملنا 19 بيت صفر تعال على هاي او خلي لي هاي تعال لي على هاي بعدين نرجع لهاي تعال لي على هاي 255 هاي كلاسي وهاي كلاسي وهاي قلنا كلاس بي اوكي هاي 255 بدي يجي هون 255 هون 255 هون 255 واقفولي شوي 8 و 8 16 و 8 24 ناقص ل 26 قديش؟ 2 ارجع على الجدول 192 اذا مباشرة هون 1 9 2 هلا بدي هاي منكم يلا كلاسي هاي كلاس سي 255 بوينت 248 255 كيف جبتها هاي 255 مش لازم تيجي تحطهم 255 255 طيب دكتور 8 بت أول شيء طب هون 8 بت و8 ناقصها 5 بت 8 و8 شو بصير 16 اذا تجاوزت ال 13 غلط
انت بتمشي 8. اذا حطيت هون كذا حتقول لي طب ما هون كلاس سي لازم يكون هون 255. لا احنا ما بنشتغل على تكمله البت. انت هون استخدمت 8 بت مظبوط دكتور. لو حطيت هون كمان 8 بت بتجاوز الرقم اللي هون مظبوط. 8 16. ما هو انت بده الصبنه يكون ل 13 بت. اذا ما بصير تحطون 255. لا دكتور انا ما حطيت 255، انت سمعتني غلط. لا انا سامعك صح، انت قلت 248 مظبوط كلامك. طيب انا كملت ل 13 100% كلامك صح واضح. بس الطلاب شو بيفكروا؟ بيجي بقول لك ما هذا كلاسي بحط 255 255 255 بعدين بكمل هون. لا انت بتمشي جاي ما هون طلع شو مكتوب هلا الصبنة ماس 8 8 8 8 انا بدي اسوي منه 13. شو معنى 13؟ يعني بده يكون 13 واحد. مش قبل شوي شفناهم هون كيف سويناهم، فبده يكون هون 8 وبده يكون شو تكملة 13 هون 5. واضح؟ يعني هون بده يجي 8 وحدات هيهم. لهون بعد الثمانية كم واحد بدي؟ خمسة. تكمل الطلاس ناقص خمسة، بقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. لتكملتها أصفار هون شو ضل؟ خمسة. شو ضل كم صفر؟ ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. لهون بده يكون كله أصفار. من أصفار؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وهاي نفس الشيء من أصفار. واحد. هلا هدول الأربعة هون شو كملت؟ الخمسة. هون اخذت 8 مظبوط. هون شو كملت؟ خمسة. خمسة بس. هون كم واحد اخذ؟ 13 بت. خمسة اخذ صح؟ طب ارجع الجدول وين الخمسة؟ 248. عد 1 2 3 4 5 اذا 248. فباجي بحط هون انتبه 248 وهون ايش؟ بحط صبنة ماسك 0 0. اذا واضح؟ انا هذا بنسميه ايش؟ صبنة ايش؟ ماسك. هدول كلهم صبنة ماسك اللي عشان نسوي ايش؟ اكثر من شبكه. وضحت صوره؟ يعني بتوقع هيك امثله كثير اعطيتكم ووضحت لكم بالوحدات وكيف طريقه الحساب. لو جينا اجينا سالنا لك هون كم سبنت ورك بتقدر تسوي هون وكم هوست؟ ها حط الوحدات وعلى السريع. او عرفت علي؟ ففكروا فيها لحالكم. واضح؟ اذا لو جيت سالتك كم سبنت ورك وكم هوست بقدر اسوي عندي هون؟ اول واحده 8 دكتور. 8 لمين؟ سبنت ورك ولا سبنت ورك؟ السبنت ورك والهوست زي ما حكينا كيف تحول الوحدات. هون بده يجيك وحدات تنتين هيهم اوكي. هون عندك ثلاث وحدات كمان على السريع عشان ما نضيع وقت، لانه هون شو ضايل؟ كم واحد؟ 8 و 8 و 8 و 4 عشان ضل تنتين مظبوط. حط واحد واحد والباقي اصفار. 1 2 3 4 5 6 لانه 8. تعال هون ايش سوينا؟ هون كله اصفار. هون 8 و 8 16 هون 3 وحدات صح؟ 1 2 3 مظبوط. 5 اصفار 1 2 3 4 5 لحالك. هون 2 اس 3 بيعطيك عدد النتورك، وهون عندك 5 2 اس 5 بيعطيك عدد الهوست ناقص 2. وضحت هاي الطريقة؟ أظن هاي الطريقة سهلة جدا لكم عشان تذكر الوظيفة اللي أعطيتكم إياها. دكتور يعني لو كنت تعرف هاي كان أسرع بكثير مظبوط؟ حليتها دكتور. بعرف بس هاي أسرع أكثر مظبوط ولا لا؟ مظبوط. يعني انها اسهل باكثر من الطريقه السابقه. في اي استفسار اي سؤال؟ دور هسه بالمثال الثاني مش بنكون تعدينا.
المثال الثاني تبع سي كان 13 بت. وين وين هاي؟ اه تفضل سؤالك. هسه هون يمكن اني اتعدى يعني كم من جهاز يعني كم من جهاز هون اللي بقدر يكون بالشبكه يعني عدد الاصفار؟ عدد الاصفار انه يعني 8 و8 والثلاث هذول راح يكون 2 اس قديش؟ 16 انت عندك كم واحد؟ عندي 2 اس 19. كيف 19؟ كم من صفر؟ عدد عدد الأصفار عندك هون كم؟ 19. 8 و8 16. 8 و8 16 و3 19. بدي هاي منكم بالذات فكروا كويس فيها. هاي بده من عدد الشبكات بعطيك 524,000. هاي حلها بالطريقتين، بالطريقة اللي أخذناها المرة اللي فاتت بهاي الطريقة. وجد لي كمان عدد الشبكات. هلا في شغلة ممكن أرجيكم إياها طريقة تانية يعني بتسهل إلك، بدي أحطها هون بس خليني أخذ في عندي هون السبنت والهوست والسبنت ماسك. هاي السبنت وورك، خليها أنا هرفع لكم الإكسل هاي كاملة لكم. هذه السب نتورك، اوكي. في عندي اللي هو الهوست، هيو هون، وفي عندي كمان السب نت ماسك. هون السب نت ماسك، اوكي. في كتب تانية يعني بتتكلم عنها، بتقول لك السبنت بحط مثلا تعرفوا الـ 2.0 2.1 تذكروا 1 2 4، بعديها 8، بعديها 16، بعديها 32، 64، 128 و265. هلا بقول لك الهوست يعكسها، يعني 256 128 64 32 16 8 4 2 1. وعدد السبنت هون سلاش 24 سلاش 24، هون بتزيدهم واحد واحد سلاش 25، سلاش 25 سلاش 26 سلاش كمل 32، اوكي عشان ما يضيعش الوقت، 27 كمل البقيه مثلا، كملهم عادي انت. اوكي خلينا نوسطهم بس عشان يطلعوا موسطين تشوفهم، اوكي. هلا هو شو بيجي بقول لك؟ مثلا اذا انا بدي اسوي اربع شبكات، على الشبكات اربعه، بقول لك حيطلع الهوست 64 وبيكون السبنت ماسك يعني اللي هو سلاش 26. تقدر توجد الاي بي ادرس، هاي تيبل مسوي عليه دراسات. وجرب انت عندك لو بدك تيجي تسوي اربع شبكات بيطلع هذا الكلام صح، على افتراض انه الاي بي ادرس تبعك 192 168، ناخذه من كلاس سي لانه اكثر استخداما، 4، وهي هون ايش؟ صفر. وجيت قلت له هون مثلا، اوكي هلا اذا كنت حاطط 26 بدك اربع شبكات بيطلع عندك اربع نتورك و64 هوست،
يعني طلع كيف بصير الشيء يتعامل مع العمود. هاي طريقة تانية كمان، في طرق كثير مختلفة. هون بيعطيك عدد النت، يعني ماخذ من 1 ل 256 نتورك إذا بدك. هلا فعليا إذا كانت شبكة واحدة على كلاس سي تقدر تشبط معها، تربط معها 256 جهاز. إذا كانوا شبكتين معناها بده بدك تسوي شبكتين، بده 256 تنقسم بالنص، نصها حتكون على الشبكة الأولى ونصها على الشبكة الثانية. فهمتوا كيف الفكرة جاي؟ هي أربع شبكات بقسمها على أربعة. واضح. إذا كانوا أربع شبكات معناها بتقسم على أربعة، إذا كانوا ثمانية وهكذا. ففي يعني بعض الناس بيشتغلوا على هاي الطريقة بس لا، أنا بيهمني تعلم أنت على الواحد والشغلات هاي. واضح الفكرة؟ واضح. فدائما في الحسبة دائما اللي هو مع عدد الوحدات بمثل الهوست وعدد ليش؟ عدد ايش؟ كيف دكتور؟ عدد الوحدات 2 مرفوع القوة نمبر اوف عدد الواحد بمثلوا ايش؟ الهوست النتورك. وعدد الزيرو اللي هم بمثلوا مين؟ الهوست. الهوست بالضبط. في اي استفسار؟ هذا الكلام كله لو جيت تتفرج عليه مشروع معك في سلايداتك على الباوربوينت، بس بطريقه يعني الطلاب ايام يعني بلاحظ انا بشرحها بالطريقه هاي. يعني هاي الباوربوينت تبعونا، تذكروا هاي الوحدات اللي كنا نحكي عنها، هم معطي الاي بي ادريس. خلينا نروح على النتورك. تنسوش هذا كله تبع احنا اي بي ادريس مش الفيرجن 4 الاي بي. اوكي، هاي هون تقسيمته اللي حكينا عنها سابقا. هاي هون مثلا النتورك سب نت والهوست. هاي السب نت ماسك لاحظ لما بيكون ديفولت هاد بيكون كله وحدات هون زيرو. اوكي، هاي المثال لما غير. اوكي، لاحظ نفس يعني بتقدر تختار الطريقه اللي بدك اياها انت، المهم انك تعطيني جواب صحيح. اوكي، هاي ديفولت سب نت واسك. لما سلاش 24 السب نت صارت هيها. اوكي، واضحة؟ جرب، يعني في امثلة كتير موجودة بتقدر تتحقق منها. اوكي، هو مستخدم طريقة الواحد، هي معطيك النت كنتورك سب نت والهوست نفس الكلام. نمبر اوف بيت بالبراوز، نمبر اوف سب نت، لاحظ يعني مستخدم طرق مختلفة. هذا كله انتبه، احنا شغالين على الاي بي ادرس اللي هو فيرجن الفي 4. اوكي، احنا شغالين على اي بي ادرس فيرجن 4 لانه في فيرجن 6 بيختلف. فهي الحاله هون بيشتغل على ايش؟ احنا الفيرجن 4 لاحظ بيشتغل 128 بت، بيختلف عن اللي انا شغال عليه اللي هو ايش؟ الفيرجن 4 اللي هو بيشتغل على ايش؟ 32 بت. شو معنى 32 بت؟ 8 8 8 8. واضح؟ واضح هاي النقطة، هاي كتير مهمة. واضح، لأنه بيختلف سعتها لما بتشتغل على 128 بت أدرس، لاحظ حتى الرقم بيكون لاحظ كيف بيختلف كلية، وعملية الحسبة تبعته تختلف كاملة. في أي استفسار؟ ضايل دقيقة بس خلينا ناخذ الحضور، بيت الحضور. بكون هيك أنهينا إيش اسمه الآي بي أدرس. إن شاء الله الأسبوع الجاي بده يكون بدنا ناخذ جانب عملي اللي هو كيف نسوي الفيلان وكيف كمان الدي ان اس نحط سيرفر ونربط. يعني غالبا حخلي الاسبوع الجاي تطبيقات عمليه اكثر. خلينا نشوف الحضور والغياب على السريع. بلال فيصل موجود دكتور، حاضر. عمر سالم، مؤمن محمد حكينا عنه، اسماء ناصر، دكتور. اوكي، مين كمان؟ محمد مهند. محمد مهند دكتور. اوكي، مين كمان ما طلعش اسمه اللي دخلوا بعد ما ناديت اول مره؟ محمد عمر عميره استاذ. محمد ايش؟ عمر عميره. عمر عميره. اوكي عمر، مين كمان؟ غارمه. مين؟ عبد الله العطاوني دكتور. والله ما انا سامع، واحد واحد يا شباب. طيب
فيصل محارمة. فيصل محارمة.